هذا يسأل يا شيخ عن حكم ضرب الزوجة والأولاد بالعصا للتأديب وما أفضل شيء في التأديب؟ إذا احتيج إلى الضرب يُضرب الأولاد والزوجة لكن ضرب غير مبرح لا يجرح ولا يكسر عظما وإنما يكون مؤلما بعض الشيء ولا يكون فيه آثار سيئة وهذا أذن به الشارع هذه نبيه الشارع المؤدب والمعلم والسلطان لا بد من هذا ومن, ومن ومن كما يقولون حرم الادب حرم الخير ومن من امن العتاب اساء الادب نعم